السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن أحكام الإعدام الصادرة من قبل ميليشيا الحوثي بحق المختطفين في سجونها. أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء حكما يقضي بإعدام 3 مواطنين بتهمة التخابر مع السعودية والشرعية واستقطاب 40 شخصا وإرسالهم إلى مأرب للالتحاق بقوات التحالف في حربها ضد ميليشيا الحوثي. ويخضع عشرات المواطنين المختطفين لدى ميليشيا الحوثي لمحاكمات عديدة بتهم مختلفة، بعضها وصلت إلى الحكم بالإعدام. يأتي ذلك أيضا بعد أشهر قليلة من إصدار المحكمة حكما بالإعدام على 11 شخصا، وتواصل ميليشيا الحوثي عقد جلسات محاكمة باطلة وهزلية للمختطفين منذ 3 أعوام في وقت يتعرض فيه عدد منهم لأبشع أنواع الانتهاكات الإنسانية في معتقلات وسجون سرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات. مشاهدينا، نتوقف عند هذا الحدث نناقشه في محورين: آثار ونتائج محاكمات وانتهاكات ميليشيا الحوثي بحق المختطفين في سجونها، ودور المنظمات الدولية في الكشف عن هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيات. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. أن يحكم بالإعدام بمحاكمة وإجراءات غير شرعية وغير قانونية وبتهم جاهزة ومكررة تحت مسمى التخابر مع التحالف والشرعية، فهذا لا يحدث إلا في شرع ميليشيا الحوثي. ففي صنعاء عاصمة البلاد الخاضعة لسيطرة الميليشيا منذ 4 سنوات، قامت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة والتي يرأسها قضاة موالون للميليشيا بإصدار حكم يقضي بإعدام 3 مواطنين بتهمة التخابر مع السعودية واستقطاب عشرات الأشخاص لإرسالهم إلى مأرب للقتال في صفوف الشرعية في حربها ضد ميليشيا الحوثي. ليست هذه الحادثة الأولى، فمجموعة من المحاكمات المشابهة حدثت من قبل في العاصمة صنعاء، طال بعضها صحفيين، ونفس التهم كانت حاضرة في جميع المحاكمات، لعل منها الحكم بالإعدام على الصحفي يحيى الجبيحي، وهو الحكم الوحيد الذي أعقبه الإفراج عن الجبيحي بعد ضغوط من منظمات حقوقية محلية ودولية، مع الإبقاء على نجله حمزة الذي خضع مؤخرا للمحاكمة. تعتمد الميليشيا المحاكمات الصورية بتهم جاهزة وأحكام معدة مسبقا ضد خصومها، ليس فقط للصحفيين أو المعارضين لسياستها والموالين للحكومة الشرعية، وإنما يمتد الأمر ليطال بعض الجماعات العقائدية، كما حدث من محاكمة للأقلية البهائية وهي أقلية دينية في اليمن، اعتقلت الميليشيا 20 فردا منهم وأخضعتهم للمحاكمة في محاكم تابعة لها. في القضاء التابع لميليشيا الحوثي يتنوع المتهمون، لكن الأحكام والتهم تظل واحدة. إذن مشاهدينا نستهل النقاش، وينضم إلينا من محافظة مأرب المحامي أمين الخديري. سيد أمين، مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد أمين. يعني اليوم أصدرت ميليشيا الحوثي حكما بإعدام 3 أشخاص من المختطفين في سجونها، يعني كيف ترى هذه الأحكام؟ هذه الأحكام لم تكن الأخيرة، وإنما هناك سلسلة من المحاكمات بإجراءات باطلة منعدمة. هذه الجماعة لا تؤمن بالعدالة ولا يهمها منظمات دولية وحقوقية عما يقول عنهم. انتهاك ميليشيا الحوثي لا حصر لها، الانتهاكات جزء من شخصيتهم. نعم. فإذا لم يوجد الانتهاك لا توجد هذه الجماعة. ألو. نعم تفضل. أما ما يخص الانتهاك في المحاكمات، هذه الجماعة اعتقلت أشخاص منذ ما يقارب 4 سنوات، حرموا من أبسط الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، غيبوا عن أسرهم، منع عليهم الماء والغذاء والدواء، زج بهم في سجونهم السرية وغير السرية. هذه الجماعة يعني أحرمت، هذه الجماعة لا تؤمن بعدالة نهائيا. واما الاحكام الصادره فهناك احكام ستصدر قريبا، تصدر على اشخاص ومناهين لهذه الجماعه باي طريقه وباي كيفيه. القاضي عبد الراجح رئيس المحكمه الجزائيه المتخصصه يعني قاضي لا يؤتى بقانون ولا بعداله. نعم. حتى اللحظه.
لكن سيد أمين، يعني البعض قد يطرح أن هذه الميليشيا اليوم في هذه المناطق قد تعتبر يعني سلطة أمر واقع، يعني ما يتساءل البعض ما مشروعية هذه المحاكمات التي تقام، وأيضا حتى وإن كان لها مشروعية يعني هل تتناسب هذه الأحكام مع مستوى الجرائم المنسوبة إن وجدت؟ أولا من أين هذه الجماعة تكسب مشروعيتها؟ لا معترف بها دوليا. نعم تمام، هذه جماعة انقلابية تحكم بالحديد والنار، أجبرت منوي أي شخص يتعارض معها ومع أفكارها يعتبر شخص عدو لها وكتبهم في غياب السجون. مثال على ذلك، اليوم تجرى محاكمات في صنعاء لأكثر من شخص، الصحفيين وغيرهم، و36 على هؤلاء 36 بما يقارب 4 سنوات كانوا خلف، يعني مغيب عن اسرهم واقاربهم، ثم تم احاله ملفاتهم بقدره القادر الى النيابه التي شرعنت تلك الاجراءات، التي تم احاله تلك الملفات باجراءات باطله منعدمه وبتهم ملفقه احالهم الى المحاكمه. اليوم لا يوجد حتى اللحظه اي دليل نعم يدين 36 أو الصحفيين بجريمة التخابر مع العدوان. الغريب أن ميليشيا الانقلاب تصر على هذه المحاكمة الهزلية الباطلة، بينما قضاء الشرعية الذي أثبت عجزه فشل الذريع في إجراء محاكمة الحوثيين بتهمة الانقلاب على النظام الجمهوري. اليوم جماعة انقلبت على الدستور والقانون تحاكم رموز الدولة، حاكمت رئيس الجمهورية عبد الربوع، حكمت عليه بالإعدام. بينما يجري النائب العام علي الأعوش الذي يعمل ويذن من طين ويذن من عجين لا يوضى بتلك المحاكمات الذي يتوقف عليها القانون أن يحرك الدعوة الجزائية ضد عبد الملك الحوثي والجماعة الانقلابية. اليوم لن تكون السلسلة مقتصرة على من يحاكمون لليوم. اليوم لا زالت السجون أكثر من 18,000 معتقل ومخفيين قسريا في سجون الميليشيات الحوثي. اليوم ستقدم الحوثيين جماعة تلو الأخرى إلى المشانق وأحكام بالإعدام بالجملة بدون أي دليل. نعم، إذا ابقى معي سيد أمين، سأعود لأكمل معك، ولكن دعنا أيضا نشرك ضيفين سينضم إلينا حاليا. سينضم إلينا مدير مؤسسة سام للحقوق والحريات من فيينا سيد توفيق الحميدي، وأرحب أيضا بمدير عام الدراسات والبحوث بوزارة حقوق الإنسان السيد وليد الأبارة سينضم إلينا من الرياض. أأتي أولا بالسؤال إليك سيد توفيق الحميدي، يعني محاكمات للمختطفين في سجون الميليشيا، يعني كيف تقيم هذه المحاكمات من وجهة نظر حقوقية؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة وضيوفك الأعزاء. مساء النور. بالنسبة نحن في منظمة سام ومعنا بعض كثير من المنظمات نراقب في حقيقة الأمر هذه المحاكمات بقلق بالغ، وكنا قد دشنا حملة مع المرصد الأورو متوسطي بعنوان عدالة عرقاء، كشفنا فيه هزلية هذه المحاكمة و الإجراءات التي المخالفة للقانون، وبأنها متعارضة تماما مع قواعد العدالة الجنائية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية، ومنها قانون الإجراءات اليمني. هذه المحاكمة بينا بأنها للأسف الشديد تحولت إلى وسيلة من وسائل الانتقام السياسي ضد الخصوم. كثير من المحاكمات تتم فيها أو يتم فيها النطق في الحكم بعد محاكمة أشبه ما تكون بمحاكمة صورية، جلسة أو جلستين، يمنع فيه بين قوسين المتهم من كافة حقوقه، برغم أننا نطعن في أساسية هذه المحاكمات وفي شرعية بناء هذه المحكمة بشكل خاص. في تقرير الأرض المنسية 2 الذي أصدرته منظمة سام عن حالة حقوق الإنسان في اليمن لعام 2017 أفردنا فصل خاص وكامل بعنوان انتهاك إجراءات التقاضي،
وذكرنا حال القضاء في العاصمة صنعاء وحال القضاء الخاص في تعز وحال القضاء أيضا التابع للحكومة الشرعية في عدن، وذكرنا نماذج لمحاكمات تمت في صنعاء، منها نموذج الصحفي عبد الرقيب القبيحي ومنه أسماء العميسي وأيضا الطائفة البهائية، إضافة إلى محاكمة قائمة 36. وأفردنا في هذا التقرير بعض الانتهاكات التي انتهكت في بعض الجلسات، لنكشف للعالم بأن ما يحدث في صنعاء هي عبارة عن محاكم هزلية، ليس إلا التهم جاهزة ربما الكافة للجميع الذين صدر بحقهم أحكام العدوان، التعاون معه والتخابر إلى غير ذلك، الأحكام أيضا جاهزة، الإجراءات أيضا التي تتخذ ضد الخصوم ضد المحامين تقريبا موحدة، وبالتالي نحن بينا للعالم وعلى الحكومة أيضا الشرعية أن تتحرك في هذا الملف بقوة، لأنه كما ذكر الزميل الأمر لن يقتصر على جهة أو فئة أو مجموعة، بينما سيطال الجميع، خاصة وأن الدوافع السياسية والانتقامية تحت مظلة القضاء هي التي تحرك هذه المحاكمات للأسف الشديد. نعم، إذن ابقى معي سيد توفيق، أذهب بسؤال لمدير عام الدراسات والبحوث بوزارة حقوق الإنسان السيد وليد الأبارة. مرحبا بك سيد وليد. يعني إذا نظرنا للمحاكمات التي تقيمها ميليشيا الحوثي بين الفينة والأخرى، هناك أحكام بالإعدام وهناك أحكام كبيرة تصدر في حق بعض المعتقلين لديها، يعني كيف تنظر وزارة حقوق الإنسان لهذه المحاكمات التي تقام بين فترة وأخرى؟ مساء الخير لك ولكل المشاهدين ولضيوفك الأعزاء. مساء النور. الأخ تحدث المحامي سرد بشكل جيد لافتكار المحاكمات للبناء القانوني، وهذا لا جدال عليه، لكنني أوضح أكثر بأن المحاكمات أيضا ليست سياسية وليست تحت حد دوافع سياسية كما أن تفتقر للبناء القانوني، هي عبارة عن مسرحية انتقامية موجهة لكل الإعلاميين ولكل الأصوات الحرة الموجودة أو في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا. هذا نوع من التكتيك الإرهابي الذي تقوم به الميليشيات لاستهداف الصحفيين واستهداف حرية الرأي والتعبير في المناطق التي تسيطر عليها، وبالتالي هي ميليشيات أيضا وليست سلطة أمر واقع كما سبق لك وأن قلت ذلك، وهي أيضا تتصرف كما تتصرف الجيل الجديد أو الجيل الثالث من الإرهابيين الموجودين في الشرق الأوسط مثلهم مثل القاعدة ومثلهم مثل داعش. نعم. إذن سأعود إليك سيد وليد، ابقى معي. أذهب بسؤال للمحامي أمين الخديري. سيد أمين، يعني إذا ما أتينا للأسباب، يعني ما الأسباب التي تدفع ميليشيا الحوثي لإقامة جلسات محاكمة وهذه الجلسات التي تصدر عنها أحكام كبيرة لا يتجاوز حدها سوى جلسة واحدة؟ الأحكام التي تصدر من هذه المحكمة، أولا هذه الجماعة لا تؤمن بالعدل من الأخير، أما إجراءات المحاكمة فهي إجراءات باطلة منعدمة بدون أي مسوغ قانوني، هذه الجماعة اعتقلت هؤلاء الأشخاص من الطرقات من بيوتهم من منازلهم من مقرات أعمالهم ثم أودعتهم سجونها السرية لما يقارب الأربع سنوات دون إبلاغهم أو سبب اعتقالهم او سبب اعتقالهم هذه الفتره كلها. نعم. ثم بعد ذلك تقوم بإحالتهم بإجراءات منعدمه باطله، في الحقيقه هم في غالب الامر مجني عليهم من يقدمون الى المحاكمه، لا يوجد اي مبرر او اي سبب قانوني يبرر يجيز محاكمتهم او اعتقالهم. المهم هذه الجماعه أنها تقول أن هؤلاء الأشخاص يعني مناوئ لهم سياسيا. إلى الآن 36 وغيرهم من الصحفيين وغيرهم لا يوجد أي دليل قطعي يؤكد ارتكاب تلك الجرائم المنسوبة لهؤلاء المعتقلين. أما ما يخص المحاكمة والمحكمة، فالمحكمة قد صدر فيها
قرار من المحكمة العليا بإحالة هذه المحكمة ونزع صلاحيتها في صنعاء ونقلها إلى مارس، مما يجعل تلك الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة باطلة ومنعدمة وفقا للقانون. ألو؟ نعم، إذن وضحت الفكرة. سأعود إليك سيد أمين، أذهب للسيد توفيق. يعني سيد توفيق، يعني من الجهة التي يعني بإمكانها إيقاف هذه المحاكمات الهزلية التي تقيمها الميليشيا بين فترة وأخرى؟ هل المنظمات الحقوقية دور في الحد من هذه المحاكمات أو جهة أخرى مثلا؟ لا، أنا أريد أن أؤكد شيء مهم، أننا عندما نوصف جماعة الحوثي بأنها سلطة أمر واقع، بمعنى أننا نضعها في دائرة المساءلة. هذا توصيف متعارف عليه في القانون الدولي، وبالتالي نحن عندما نتحدث عن سلطة أمر واقع بمعنى أن هذه الجماعة مساءلة أمام القانون وأمام المجتمع الدولي عن أي جرائم أو انتهاكات ترتكب وإن كانت غير شرعية ولا يعترف بها المجتمع الدولي مطلقا. وهذا أمر نقطة في غاية الأهمية، لأننا لا نريد أن نجرد هذه الجماعة من مسؤوليتها ونحولها إلى جماعة منفلتة بعيدة عن المساءلة القانونية. دور المنظمات الدولية والمنظمات المحلية، المنظمات هي ليست سلطة تنفيذية، هي مهمتها أن تقوم بكشف هذه الجرائم وكشف هذه الانتهاكات وتعريتها وتقديمها للرأي العام المحلي والدولي، وبالتالي العمل جاهدة على تشكيل ضغط أو عالمي ومحلي سواء إعلامي أو حقوقي ضد هذه الجماعة. اليوم القادرين على وقف مثل هذه المهازل هو المجتمع الدولي. اليوم الدول المتحكمة في القرار الدولي هي القادرة اليوم على أن تضغط على جماعة الحوثي، وهنالك وسائل متعددة قادرة على المجتمع الدولي ممارسة صلاحيته عن طريق أدواته المتعددة سواء المنظمات أو سواء القرارات إلى غير ذلك. وأعتقد جماعة الحوثي أصغر من أن تقاوم كل هذه القرارات، لكن الابتزازات الدولية والمسارات الدولية وربما إدارة العملية السياسية تختلف أحيانا لصالح في بعض الحالات. لكن اليوم ما يحدث في اليمن هو مسؤولية المجتمع الدولي، لأن اليمن اليوم هو تحت البند السابع، وبالتالي مجلس الأمن هو المسؤول والمنوط بالدرجة الأولى بحفظ السلم والأمن في اليمن، وبالتالي هو المسؤول. وعلى الحكومة الشرعية اليوم أن تتحرك بصورة جدية وعلى أعلى مستويات، ويكون لديها ملفات واضحة وقوية وموثقة في هذه الانتهاكات، هنالك أمثلة واضحة، وتتحرك بقوة أمام كافة المسارات الدولية وخاصة الدول المعنية والقادرة على التأثير في هذا القرار من أجل وقف مثل هذه المهازل التي تحدث اليوم أمام هذه المحاكم. نعم، بالنسبة للمجتمع الدولي سيد توفيق، هل هناك أي استشعار بالمسؤولية أو تحرك في هذا الجانب حتى الآن؟ هو بلا شك اليوم لا يمكن اليوم لشخص من الأشخاص أن يعتقد أن اليمن منسية. نحن في منظمة سام في تقريرنا عام 2007 أفردنا فصل كامل عن دور المجتمع الدولي من الأزمة اليمنية خلال عام 2017. صدرت هنالك تصريحات من رؤساء دول كبرى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والفرنسي والبريطاني بشكل عام، وتحدثوا عن الأزمة اليمنية. الأزمة اليمنية اليوم حاضرة بقوة، لكن يبقى هنالك إدارة هذه الأزمة، هنالك فشل في ناحية أحيانا لا نستطيع إدارة مثل هذه الملفات، ترتكب أيضا أخطاء، تحدث تصادمات مع المجتمع الدولي. لكن الأزمة اليمنية خاصة بشقها الإنساني والحقوقي هي موجودة، والبرلمانات ربما الأوروبية والأمريكية ناقشت الأزمة اليمنية، وكان هنالك تحركات، هنالك مناشدات، بس يبقى من القادر على أن يتحرك بصورة حرفية ودبلوماسية وتشكيل لوبيهات تشكيل عملية ضغط لصالحه من أجل إقناع الطرف الآخر؟ هذا الأمر هو الذي يضع على كثير من علامات الاستفهام للأسف الشديد. نعم. حول العمل الخارجي والسياسي خاصة، واليمن تقريبا لا توجد دولة من دول العالم إلا ولديها سفارات. نعم. ولديها بعثات، لكن يبدو أن القصور هنالك واضح، وهذا يحتاج في حقيقة الأمر إلى إعادة النظر في ترتيب الأولويات الخارجية وببناء استراتيجية واضحة لإقناع العالم، ويكون أساسها الأول كشف أو يعني تحرير حقيقة ما يحدث في اليمن منذ ما قبل الحادي عام منذ ما قبل 21 من سبتمبر. نعم.
وبيان للعالم أن اليوم المعركة الحقيقية هي معركة بين الشرعية وجماعة سطت على الحكم بقوة السلاح، وهذا أمر مهم. لكن للأسف الشديد هنالك برود، هنالك قصور، هنالك أمر يعني لا يمكن تبريره أو لا يمكن فهمه في بعض الأحيان. نعم، إذن أشكرك جزيلا سيد توفيق الحميدي مدير مؤسسة سام للحقوق والحريات، كنت معنا من فيينا. وأذهب بالسؤال لي مدير عام الدراسات والبحوث بوزارة حقوق الإنسان سيد وليد الأباري. يعني سيد وليد، هل لمستم يعني تجاوب من المجتمع الدولي للحد من هذه المحاكمات التي تقام بين فترة وأخرى؟ سؤال ثاني، السؤال الأول ولم أكن وقد أجبت عليه بشكل كلي، مع ذلك سأجيبك على السؤال حالي. اولا يعني اوضح نقطه جوهريه في هذا الوضع بالتحديد. صحيح كما قال الاخوه بان هناك اهتمام دولي ياتي ما بين الفينة والاخرى، لكن حقيقه لقد فشل المجتمع الدولي فشل ذريع جدا فيما يتعلق بتوفير الحمايه للمدنيين في مناطق سيطره الميليشيات، بل ان ما يحدث باليمن هو وصمه عار في جبين الانسانيه وفي جبين النظام الدولي الانساني والحقوقي بشكل واضح وجلي. وما يحدث اليوم في اليمن هو اشبه بما يحدث في رواندا. الحوثيين جماعه متمرده وليسوا سلطه امر واقع، وينطبق عليهم ايضا القانون الدولي العرفي وينطبق عليهم القوانين المحليه. هؤلاء مجرمو حرب ومجرمو ضد الانسانيه. لكن اذا لم يكونوا سلطه امر واقع، يعني كما اوضح السيد توفيق، يعني كيف سيتخاطب او سيتعامل معهم المجتمع الدولي؟ كما تخاطب مع جماعه داعش وكما يتخاطب مع جماعه بوكو حرام. لماذا يتم التعاطي مع الحوثيين وكانهم حزب ليبرالي او تيار ليبرالي؟ هذه جماعة أصولية متوحشة تمارس العنف باسم الدين وتكفر كل من يختلف معها، وبالتالي كل الإجراءات التي قامت بها وكل الإجراءات التي كل الإجراءات التي تقوم بها أو التي قامت كل الإجراءات التي كان يفترض أن يقوم بها المجتمع الدولي من أجل كبح الحوثيين أو كبح جرائمهم المتعلقة ضد المدنيين، على الأقل المدنيين، إلا أن الميليشيات للأسف الشديد لا تستجيب لهذه الضغوطات أولا من ناحية، وأيضا هي لا تعبأ بالقانون الدولي ولا تعبأ بالمرجعيات الدولية، وليست هذه الجماعة مسيسة وليس لديها أي التزام أخلاقي تجاه اليمنيين أو تجاه على الأقل المواطنين المسالمين الذين لا يندرجون ضمن الفئات القوات المسلحة إلى آخره. نعم، لكن سيد وليد يعني هنا نقطة مهمة. يعني السيد توفيق الحميدي يقول أن المجتمع الدولي يدرك تماما الانتهاكات التي تحدث في اليمن والصورة واضحة لدى المجتمع بشكل كامل، ولكن المشكلة في إدارة الأزمة من قبل الشرعية، إدارة ملف الانتهاكات أو التعامل أو التخاطب مع المجتمع الدولي. المشكلة قائمة في الحكومة الشرعية وليس في المجتمع الدولي. كما يقول الأخ العزيز، دعني أفند ما يقوله بشكل، دعني أبرز لك مجموعة من الأمثلة لك وله وللأخوة المشاهدين. مثلا فيما يتعلق مقارنة، من وجهة نظر مقارنة فيما يتعلق بالأزمة الليبية، حينما كان يعتقد على سبيل المثال افتراضا المجتمع الدولي بأن قوات معمر القذافي الرئيس السابق الليبي سوف تقوم بارتكاب جرائم حرب في بني غازي، إذا أصدر ذا قبل أن تحدث، وقام ايضا بمجموعه اجراء تدخل سواء على المستوى الانساني او الحقوقي او العسكري. ايضا فيما يتعلق بالعراق، اصدر المجتمع الدولي او قام بتشكيل لجنه لتوثيق ورصد جماعه داعش، وايضا سخر كل امكاناته اللوجستيه والاعلاميه والحقوقيه للضغط على داعش من اجل ردع وتقليص قدراته وتحجيمه كي لا يستمر بقتل المواطنين العراقيين والسوريين في المناطق التي سيطر عليها. فيما يتعلق الامر بالحوثيين في اليمن، نجد على ان المجتمع الدولي لم يتخذ، وانا اعني ما اقول، لم يتخذ اي اجراءات رادعه فيما يتعلق بالحد من قدرات الحوثيين بانتهاك المواطنين او فيما يتعلق من قدرتهم على ايذاء الاخرين، حتى ان المجتمع الدولي اتخذ قرار 2216 داخل مجلس الأمن لكنه لم يفرض له الآليات. لكن من ضربت عليهم الأمثلة، ألا يوجد تحرك من حكومات هذه الدول في هذا الجانب؟ الحقيقة أن الدول الغربية تتحرك في المناطق التي يكون فيها عوائد،
كما يقول كريبس مثلا احد الباحثين الغربيين على ان الدول التي تدخلت في ليبيا هي تستورد اكثر من 50% من او 85% من النفط الليبي. في اليمن لا يوجد عوائد، وبالتالي المجتمع الدولي ترك الازمه اليمنيه، ترك الحوثيين يتحركون من صعده اشراف المدن حتى وصلوا الى البحر الاحمر والبحر العربي ولم يحرك ساكنا، ولا يزال حتى اليوم يساوي ما بين الحكومة الشرعية ببعدها المادي والمعنوي، ما بين الدولة ببعدها المادي والمعنوي الذي تحتوي التنظيمات السياسية والمجتمع المدني بجماعة إيديولوجية أصولية متطرفة عنفية، ويرفض أيضا أن يشكل لجنة يفترض أن تواجه الحوثيين كما تواجه داعش، وأيضا أن تتخذ قرارات ضد إيران لمنع تصدير الأسلحة لهذه الجماعة، وأيضا يدرج القادة إلى المستوى الثالث ويقوم بفرض عقوبة عليهم. كان هذا سيحد بشكل كبير جدا من قدرة الحوثيين على ارتكاب مزيد من الجرائم في المناطق التي يسيطرون عليها. لكن المجتمع الدولي للأسف الشديد متواطئ بشكل مخزي وفاضح، لأنه لا يوجد في اليمن عوائد، وبالتالي ترك الحبل على القارب. هذه جماعة ترتكب كل يوم جرائم حرب، ونعتقد بعد ما حدث في جنيف مؤخرا هذه الجماعات ستوسع السجون، ستضاعف عدد الانتهاكات، ستستمر، لأنه لا يوجد أي ضغط حقيقي من المجتمع الدولي على قادة الميليشيات باستثناء قرارات صدرت في عام 2016-2017 وهي قرارات لا تنص سواء علي أبو الحاكم وعبد الملك الحوثي، لكن كل قادة الميدانيين والعسكريين والأمنيين لم يتم اتخاذ بحقهم أي إجراء، وبالتالي هذا يعزز شهيتهم. وضحت الصورة لارتكاب مزيد من الجرائم. وضحت الصورة، أشكرك جزيلا السيد وليد الأبارة مدير عام الدراسات والبحوث بوزارة حقوق الإنسان. أعود بسؤال أخير لضيفي المحامي أمين الخديري. يعني سيد أمين، ما الأثار التي تخلفها هذه المحاكمات الهزلية التي تمارسها الميليشيا على سمعة القضاء اليمني بشكل عام؟ أولا يا أستاذ، أنا في معي ثلاث نقاط أضعها أمام وزارة حقوق الإنسان. هذه الوزارة تفضل. التي لم تظهر صورة الانتهاك التي مورست بالشكل المطلوب في أمام المجتمعات والمحافل الدولية. هذا من جانب. وزارة حقوق الإنسان في وادي والانتهاكات في وادي إلى الآن لا يوجد ملف حقوقي لهذه الوزارة بالشكل المطلوب. نعم. تمام. أما الآثار التي تخلفها هذه الأحكام، فهذه الأحكام تفتقد لأبسط المعايير الدولية ومعايير العدالة التي يتبناها الدستور والقانون. هذه المحاكمة ما هي إلا محاكمة صورية تدعتها جماعة ميليشيا الانقلاب الحوثية من أجل إصباغ الشرع، إصباغ الاعتقال الذي تمارسه هذه الميليشيا الجملة، وإيداع الناس السجون، وإصدار تلك الأحكام بجلسة واحدة تصدر أحكامها. هذه تفتقد لأبسط المعايير التي كفلها الدستور والقانون للمتهم إن كان هناك متهم حقيقي. نعم. تمام. نعم. تفضل. نعم. إذن أكمل سيد أمين، يعني ما التأثير على سمعة القضاء اليمني أو السلطة القضائية في اليمن استمرار مثل هذه المحاكمات؟ السمعة لا توجد أسوأ سمعة كما سمعة هذه الميليشيات. القضاء اليمني قضاء عزيز، قضاته خاصة فيما يخص الجانب الحوثي لا يستطيع أحد من القضاء. إذا كانت هذه الجماعة أدرجت أحد القضاء ودخلتهم السجون وحاكمتهم، إيش تنتظر من عدالة يعني؟ نعم. من يتكلم عن عدالة؟ هذه جماعة يعني إرهابية، جماعة مجرمة تمارس الإجرام ضد القانون. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر المحامي أمين الخديري، كنت معنا من محافظة مأرب. وأيضا في ختام هذه الحلقة أشكر أيضا ضيوفي، كان معنا من فيينا مدير عام الدراسات أو عفوا مدير عام مؤسسة سام للحقوق والحريات السيد توفيق الحميدي، وأشكر أيضا السيد وليد الأبارة مدير عام الدراسات والبحوث بوزارة حقوق الإنسان كان معنا من الرياض. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه.